اخذ راي السيد طبعا بهار، تفضل. بالنسبه لموضوع قانون الانتخابات، احنا كنا في دوله القانون محترضين على هذا القانون، على الدوائر الصغيره اللي حقيقه ما راح لا تخلي مستقل يفوز، لا راح تخلي حزب جديد يفوز، لا راح صحيح، تساهم بالتغيير، هاي تفصلت على مقاس الاحزاب الكبيره الكتل الكبيرة، والكتل الكبيره. نعم. طبعا فاحنا كنا في دوله القانون محترضين على هذا وما صوتنا عليه القانون، وكنا محترضين على فقره التصويت، كنا مصرين ان يكون التصويت بايومتري. نعم. لكن مع شديد الأسف يعني مثل ما قال الأستاذ حسين مرر بصفقة، احنا صفقة سياسية طبعا صفقة سياسية، كل الأحزاب يعني أغلب الكتل أيضا هي السياسية صفقة فساد. طبعا شوفي فساد، ما حتى دام الصوت أكو من ينسرق فهو فساد، ما هذا دام الصوت أكو الناقد بطاقة من ينسرق إلكترونية. فهو فساد. ست مو بس هاي، أكو معلومة هسه تسربت للإعلام وغيرها، هسه مدى مصداقيتها ما نعرفش، يعني أكو بطائق مفقودة، مفقودة يعني ملايين البطاقة، مليون ونص أكثر من تحدثوا. مليونين بطاقة مفقودة، هاي بيد منو؟ يعني هاي اللي قدام. احنا اكو مسألة كلش مهمة، احنا ما نريد نجري انتخابات من اجل اجراء الانتخابات، نقول اجرينا انتخابات وخلص. نعم. احنا نريد نجري انتخابات من ان اول مرة نصحح العملية السياسية ونخرج بعملية سياسية سليمة، هذا الهدف الاساسي من اجراء الانتخابات. احنا اذا ذهبنا بانتخابات، قانون انتخابات يقضي على الاحزاب والكتل والمستقلين ما راح يصير تغيير، انا اقول لك اياها. نعم. الكتل السياسيه المنظمه، طبعا احنا في ائتلاف دوله القانون احترضنا، مو ما يخدمنا، بالعكس احنا اهم حزب منظم وقائمه كبيره. نعم. لكن احنا اعترضنا، ردنا دماء جديده، ردنا تغيير، ردنا الكل تشترك بالسلطه وبالبرلمان باكر، لكن ما عشت ما قدرنا يعني. نعم. كان اعتراضنا ما جاب نتيجه، مشت. كل الكتل السياسية، ما أعتقد الأخوة بالنهج الوطني ما صوتوا على القانون، أما باقي كل الكتل السياسية ذهبت بهذا الاتجاه. فحتى تعديل القانون طبعا، وعزوف الناخب هم على التحديث طبعا. نعم. تعرفين المفوضية هي فتحت باب التحديث، لكن الناس ما راح تحدثت، ما راح حدثت بطاقة الناخب، وجدت بطاقة بايومترية. بعدين هم مطلوب من عندهم نسبة، المفوضية أن تحقق النسبة 70% من أجل أن تمشي باتجاه. أما اللي حدث بس الجمهور الحزبي. نعم. عشان صراحة الجمهور الحزبي هو اللي حدث، يعني تحدث. أما يعني الجمهور نقاط مهمة جدا أستاذ حسين. أما أيضا الجمهور الحزبي والجمهور الحزبي هو اللي راح يلعب بالانتخابات، هو اللي راح حدث. إذا اليوم إذا مثلا المفوضية بعد تنطي وقت لتحديث، الناس تكون تطلع تتحدث يعني، بالتالي اذا تريد تشارك بالانتخابات، والانتخابات هي المنطلق الاساسي بمكافحه كل شيء. نعم. الفساد، المحاصصه، انقاذ الدوله من ما فيه من لا هيبه للدوله، ارجاع هيبه الدوله. نعم. فرض الامن والاستقرار، تحسين الوضع الاقتصادي، كل الانتخابات تحت الدعم. نعم. فاليوم المواطن بس اذا ما يطلع ينتخب. نعم. نعم سيد بهار، بس نقطه على الانتخابات. موضوع الانتخابات انتم تعرفون يعني، وايضا السيد الدراجي، انه انحسب خلص 10-10 صار قرار به انه تمضي هذه الانتخابات مهما ما